من الشخصيات الكتيرة اللي انت عملتيها اللي معايا الورقتين دولت او الثلاث ورقات زي ما بيقولوا، انت مين في الشخصيات دي كلها؟ يعني لو طلبت منك انك انت تسترجعي بالذاكرة مشهد من المشاهد انت مثلتيها في مسلسل من المسلسلات، وانت بتتكلمي الحوار ده جواكي قلت الحوار ده انا، مشهد ايه في مسلسل ايه؟ مش هفتكر دلوقتي طبعا، لانه مفيش شخصية منهم كانت قريبة منك؟ لا، لان حتى انا فريدة؟ فريدة فيها مني شوية، ان هي رومانسية طيبة عصبية، هي مش مؤذية، لان انا الحمد لله مش مؤذية، اتجنى عليها كتير، ولكن طبعا في فرق ان هي اتجنى عليها عشان الخلفة والخناقات والحاجات دي، انا اتجنى عليا في حياتي عموما، ممكن اكون اتحطيت في مواقف غلط، دي اذتني نفسيا قبل ما تأذي اسمي حتى،